بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن اللي بتشوفه من مصلحتنا ومن مصلحة المزرعة أعمله، زيادة رواتب لعمال، تسويق محاصيل، زراعة أصناف جديدة، أي شيء أنت بتقرره أنا موافق عليه مقدما. عارف عارف يا بهاء الدين، لكن الشورى واجبة برضو، واجبة مع الناس اللي ما بتعرف واجبة، والنوع ده أنت ما منه. أنت أسست معايا المزرعة دي، فاكر؟ متذكر لما كانت أرض بور؟ أيام ما كان فيها السنمكة وشجر السلم واللعوت ولا نسيت يا عجوز؟ كيف ما بتذكر يا بهاء الدين يا أخوي؟ ودي أيام بتتنسي. حاجة عجيبة، سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. تتذكر الأرض دي لما كانت جيزان وشجار شوك، لعوت وسنمكة والدبايب والعقارب، الواحد يلبس البوت لينص كراعه وبيده كله يا الله يا الله. أظهر عليك عجزت ونسيت. حواف يا إسماعيل. سلام ورحمة الله سيد بهادين. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيفك؟ سلامات والله الحمد لله، والله فضل خيرك والله. الله يديك العافية. الولد وصلت لي والكتب اللي اديتك ليها؟ والله وصلتها لي الطف والله ما قصرتها. مبسوط كمان؟ 100% والله. الله يجزيك خير يا أخي، بارك الله فيك يا أخي. الله يسلمك. الله يسلمك يا أخي. الله يجزيكم خير يا أخي. عبد الدائم أخوي، الحمد لله أهو بناتك كلهن يتزوجن، ويحيى تخرج من الجامعة وحيشوك طريقه في الحياة، البيت بقى فاضي. بعد ده يا أخوي تشوف لك مرة وتتزوج. بهاء الدين يا أخوي، الدنيا صباح، شوف لنا موضوع تاني يا أخي.
كل ما اقول لك عن الموضوع على العرس تقول لي شوف موضوع ثاني. يا بها الدين ما فضل لك الا تشيل الطوريه وتشتغل مع العمال في المزرعه. والقال لك ما شلتها منه؟ يا ريتك لو شفتيني امبارح. جهزت مع العمال 12 حوض برسيم 4 × 4. والله لما نجر الواسوكه دي تقولي بس شاب عمره 21 سنه. صباح الخير. يحيى الليلة أنا حتأخر في الجامعة لحد المساء لأنه الكلية عاملة احتفال. أهم حاجة تكون عاملة مواصلات بعد الاحتفال. أها ورينا أخبار الشركة. تمام والله يا أبوي، بس يا ريت لو تقدر تواصل معنا زي ما كنت زمان وتغير شوية من قعدة البيت والمزرعة دي. يا زول هو أنا خليني في مزرعتي؟ أنا ما بقدر على جري الشركات والمساسقة. أنا عايزك أنت ويحيى ده تورونا شطارتكم في الشركة. يا حاج لازم تشتري عربية للآنسة دي عشان نرتاح من مشاويرها وراجيك مشوارك تاني. جدا يا خالد. ناس حسن أخوي طولت ما مشيت لهم، ومن ما يو والله ما مشيت لهم أكثر من مرة والله مرتين. بعد ما تنزل هبة وصلني يا ولدي. فعلا يا أمي، حي كافوري جامعة النيلين والسوق المحلي في سكة واحدة. أروح يا أمي، انتظرنك في العربية. يلا يا يحيى. ده شنو الشاي ده؟ طبق بيض. يعني حيكون طبق من زعب؟ ما عارفه طبق بيض. قال لك شيله منه؟ يا اخي بيض مكسور وقاعدين نشيل البيت وبهدي ما بزعلنا منه. انا بسالك اسمع انت وكلم غيرك، لو الثاني واحد شال حاجه من المزرعه دي ما يلوم الا نفسه. حرام عليك يا يحيى، الناس مساكين. مساكين؟ مساكين يمشوا يشوفوا الرعاية الاجتماعية وين؟ هنا في المزرعة في عمل والصح لازم يكون صح. ولا شنو يا خالة؟ السلام ورحمة الله. راس الفقر هو. نفسي دي مين طايقاني وداير اطوق عمي يعقوب. يا زول العالي ابليس في شنو؟ وفي غيره يحيى ود عبد الدايم واقف لنا في حليقنا شوخة حوت لا تنبلع لا تفوت. ده الله لا حد الله زمان ما كان في الحلة دي يتربى ما اشوف عنا ويتعفر بالتراب. ابوه لا هسي ما غلطوا عليه ذول بكلمة. امه ماتت الدنيا دي جد رضي انا عليه جد عليه عشان ساقوا بهدين وقعدوا معاه وعلموا. والدم نادم اللي متذكر لا اصله ولا فصله ده من عدم الا ده الله لا حد لنا زمان ودياته زمن. تعرف يا محاسن بهدين ده راجل سابق للزمن وفعلا
عنده بعد نظر ما عاد. والله لو سمعك ما يخلينا نقعد في البيت. عليك الله يا محاسن، اخبار شنو؟ والله طول عمري يا مالي فتش للعزله والهدوم والقايد. اي هدوم ممكن، لكن عزله لا، لانه هناك عايش وسط ناس ملتفين حوله وما فارقهم ولا لحظه. لكن يا حسن، الناس الملتفين حوله دي في اختلاف بينهم في الثقافه والتعليم. اي لكن في حب، انت عارفه بها الدين حاجه ما بحبها ما بعملها بصفه الناس كثيرين ما في برضه دي ما تخليها يسمعها. بدري كان بيقول لي ايه رايك يا حسن نعمل مزارع في بوتري الباقير اي حته. انا كنت بفتكر الموضوع ده خطرفات افكار طائشه خرف مبكر، لكن بعد شفت المزارع العمله اكتشفت انه انا اللي كنت طايش حقيقة. طايش؟ لو ما طايش ما كنت خليتنا قعدنا الوقت ده كله في الغربة. عمتي محازم معانا في البيت؟ اسمها معقول، كيف اخبارك؟ ليه؟ ان شاء الله طيبة. اهلا يا عصام، الله يسلمك. كيف عملك؟ الله يبارك فيك. ان شاء الله طيبين؟ كيف؟ كيف اخبارك؟ شنو الحكاية؟ لسه ما خلصت الجامعة دي؟ وهي القراية بتخلص يا عمتي، ما بعد الجامعة في فوق للجامعة، وبعد فوق للجامعة في فوق لفوق الجامعة. والفوق ده مقابله فوق يا ولدي. دمتين يا عمتي، الشيب بدا يصهر خلاص. انت ودمتين. كده يا نزنكم وامشوا. سامي. تجي عشان توصل عمتك ها؟ يا فريد، أنا دفعت 50% مقدم للبضاعة قبل ما تتحرك من مشافة الصين، ولما جيت أستلم البضاعة وأدفع باقي القروش، يحيى قال لي تدفع 20% زيادة، ولما رفضت البضاعة قلت داير قروشي، قال لي تستلمها بعد شهر. وبالواضح دي ما الطريقة اللي تعودنا عليها لما أبوك كان مدير للشركة. دينا فرصة ألاقي يحيى وأتفاهم معه، أوعدك إنه أنا أحل الموضوع. ويحيى وين؟ ما عنده كم مشوار على شركات وعملاء وبنوك، الظاهر عليه حيتأخر شوي. الشركة الوحيدة اللي كانت ما بتتأخر شركة بهاء الدين دي، لكن سبحان ما غير الأحوال. استغفر الله العظيم. ما تاخد في خاطرك يا إسماعيل، والحصل ده أوعدك إنه تاني ما يتكرر. يتكرر والله معايا يا سيد بهاء الدين، ومع حسين والصافي والجبرين وود المقدم. الزول ده يخلح طرم عمرنا، لا قال حنا، لا قال الناس ذي اللي بيشتغلوا في المزرعة دي. ويشهد الله من يوم اشتغلنا فيها ما اشتغلنا فيها شغل جارية، شغالين شغل سيد ملك وسيد حق. فعلا أسياد حق وسياد ملك، والحصل من يحيى دي إسماعيل ما أكتر من فورة شباب وقلة خبرة وعدم معرفة بالناس. يلا يا سمعة شوف شغلك، اتمنوا على البزعل بسهولة. ما من حق اسال يا اخي شاب صديق زميل، انا وهو بنقرا في كليه واحده. رح شرفت البيت يا بهاء الدين. شرف الله غدرك. ما تقعد شويه يا عمي بهاء الدين. والله انا وابوك ده لو قعدنا ليه بكره ونسيتنا وبتخلص. ايه اخبار عبد الدائم الصغير؟ كويس يا عمي بهاء الدين. والله نحن كنا مفكرين نسميه بهاء، لكن انا تذكرت الحكايه بالعمر. وانا اكبر منك. طيب المبلغ ده دايرك تديه لحسين. اي قالوا زواج بنته الاسبوع الجاي. اي صحيح، كتر خيرك. انا داير امشي اسلم عليه عقوب. انا ذاتي دارسل هناك، ما وراي حاجه. يلا بسم الله.
لكن بصراحة المزرعة جميلة يا عمتي والله. سمحة والله من ريحانة راحة شديدة. هيا الحمد لله ما سيب الحمد لله. كويس إنها جات لأنه أنا مشتاق لها طولت ما لها. ربنا يديكم مزرعة زيها إن شاء الله. إن شاء الله والله. يا أمين. والله يا أمين. يكون جو جميل زي ده كده. الحمد لله تمام. عام البيت دي مفاجأة. كيفك؟ تمام؟ كويسة؟ كيف ناس البيت؟ كويسين؟ علي حسن وخانتي أماني مازن وضحى وربا كلهم تمام. يسلموا عليك. والله اللي بشوف والسلامة بيناتكم ما يقول انت بتخال اخوة عمتك يا وليداتي. المسافة بيناتكم نص ساعة بس. دايلة مش هي حاجة القراية بتشيل أكتر من اليوم ولا يقنع في المنفى دي؟ دا أجمل منفى. الله يخليك. أنا أستاذ كويس. أنا أستاذك. تفضل. مع السلامة. ده منو ده؟ ده يحيى. يحيى منو؟ يحيى الفخراني يعني ولا يحيى منو؟ يحيى قريبنا. ولدي ده. شنو؟ البرد منو؟ للمرة الثانية بسألك، البرة ده منو؟ عصام وخالي حسن، كانوا عايشين برا وجوا البلد قريب. أول مرة تقابلوا بعض؟ لا أبداً. طريقة مقابلتكم؟ بتقول إنكم طولتوا ما تقابلت. بالعكس، لقينا بعض كثير. الأسبوع الفات مشان معرض الزهور السنوي، والأسبوع اللي قبله كنت معاهم في البيت. والاسبوع اللي قبله مشينا شركة خاله حسن. يحيى انت عايز تقول شنو؟ قبل 25 سنة يا نورة يا بنتي ويمكن اكتر بعد وفاة المرحوم امك طوالي الله يرحمه كنتوا انتوا صغار انت واخواتك واخوك يحيى كنتوا زي الزرازين في البيت شعبط بالحيطة وفي البحبة بالواطة وفي اللي لسه ما قام من فراشه جا داخل علي بهاء الدين ومرته محاسن قالوا لي يا عبد الدعيم ما دام انت رافض تتزوج خليني نبقى معاك ابو وام للاولاد ديل انت خليك مع البنات ونحن خلي لنا يا حيدة نربيه يسكن معانا ويعيش معانا وندخله المدارس ويكبر ويتخرج قلت يا عبد الدعيم البيت قريب والولد بيكون قدام عيونك خليه يعيش حياة جديدة ويشوف دنيا جديدة بهاء الدين ومرته بيني وبينهم الفد عمر طويل وما لقيت أفضل منه وما أظن ألقى أفضل منه أمشي يا نور يا بنتي أمشي المبلغ المعاي حتى لو اقتربت من البنوك هشتري مزرعة زي بهاء الدين وأنفذ بجلدي حسن انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد يا اخي كفاية زحمة وحياة معقدة لو عايز تصل بيتك من المكتب عاوز لك ساعتين مع انه المسافة 15 كيلو ولما تطلع من البيت بالك يكون معه يا رب نط فيه حرامي حصلت فيه كارثة طفلك لو طلع برا من البيت تخاف ما يجي راجع تاني تقول برا تمشي الحديقة تشم هوا تلقى الهوا مليان غاز وبنزين ودخان وغيره عشان شنو يا مان والله أنا ما عندي أي احتراض على الموضوع ده وما أظن كمان عصام يكون عنده احتراض عليه المسألة يا ماني برضو ما راحت باله هدوء وبس مسألة فيها بيزنس يعني بيزنس كبير وتكفي تجربة بها ألبان وخضر وفواكه وغيره وتطورت معه المسألة بقت في علاقات مع شركات برا البلد ده غير قطعة الأرض نفسها اللي بتزيد يوم بعد يوم عرفت إنه عندك مشكلة مع إسماعيل اشتكى لك يا حاج؟ لا هو ما اشتكى لك انت عارف مجتمع المزرعة محصور وأي مشكلة بتحصل الناس كلها بتسمع بيها
بعدين عايز اقول لك حاجه، الناس الشغالين معانا ديل ناس مساكين وبسطة، وكل واحد بيحاول يدبر حياته باي حاجه، فلو الواحد شال له اي حاجه من المزرعه عشان تساعده ما في شيء. بس بالطريقه دي حيتعودوا على عائد سهل وحيشيلوا اكثر من حقه. سيبك من حكايه الحقوق دي، الحقوق دي اخر حاجه فكر فيها ابوك بهاء الدين. بس بالطريقه دي اي عمل حيفشل وحينهار، وانا اكيد ما حوافق على كده. صدقني يا يحيى افضل من انهيار حاجات تانية. يلا امشي على خالتك محاسن، خليها تعمل لنا قهوه مظبوطه. انت حجيني في الجامعه 200؟ انا هخلص محاضرات الساعه 2. خلاص 2 شوك انا حنتظرك. طيب اوكي خلاص ماشي، يلا باي، مع السلامه. عصام؟ ايوه عصام. عصام ده طبعا ابوه بيصرف عليه. بس ابوه ده خالي. خالك حسن، والجو الطمعان في املاك ابوك بهاء الدين. الكل ما يجي المزرعه هنا بشيلوا اكثر من 50 رطل لبن ودواجن وخضار وفواكه وخروف يتربع في العربيه، مع انه بيكون اكلوا خروفين هنا في المزرعه. خالو حسن ما محتاج عشان تتكلم فيه بالطريقه دي. محتاجه انت تفكري، بيتروي وبيسبك. انا عارفه بعمل فشله. وبعدين منو عصام؟ منو عصام؟ ما واحد من اقرب جامعه مضروبه في اوروبا بيشتري له شهاده ب $500 وبيجي هنا. للاسف الناس اتعودت تشتري حتى الاشياء الما معروضه للبيع. يا بهاء الدين، ما ملاحظ انه يحيى ده زاد العيار حبتين؟ كيف؟ يعني مشاكل مع العمال، مشاكل مع فريد في الشركه. فريد ما قال لي. فريد ما بيتكلم، انت عارفه هادي وما بيحب يخوض في المشاكل دي. وانا ذات عرفته بالصدفه، جيت مره سمعت الحوار بيناتهم. يا محاسن، فريد ويحيى ديل اخوان، يتربوا في البيت ده زي التيمان. يا بهاء الدين، حاول اقعد مع فريد وشوف الحاصل بينهم شنو. وصلت يا يحيى؟ وصلت انك تتجسس علي وتفتش موبايلي؟ وصلت انك تقرا الرسائل وترد على اصحابها من دون علمي؟ وصلت انك تتابعني وتلاحقني كمان زي الطريضه؟ سامع يا بهاء الدين؟ سامع الكلام اللي قلته ليه؟ حصل سمعت صوت هبة طلع برا غرفتها يا بهاء الدين؟ شفت كلامي؟ أنا خايب عليك، خايب عليك، وده يرحميك، وده من حقي. تحميني من شنو؟ حتى فريد أخوي؟ فريد؟ فريد؟ فريد نفسه قادر يحميها؟ ما بتقول طيب؟ يا لطيف يا لطيف، اديني رقبة، اديني رقبة دي. قوم قوم قوم، خلاص انت خف، قوم توكل. امش امش أمس 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 أمس. كلمتكم قلت لكم عبد الدائم ده الله يدينا خيره، الشركة الشغال فيها بعديمة الجنيه، والمزرعة بعديمة الشجرة الخضراء، والحلة دي بعديمة الزول،
كلامي ده بتشوفه اذبح هالدين هذول عمره ما سمعنا صوت زياد ساكت عمر بحاله الليله صوت المشاكل وصل لا عند البحر وده كله بسبب الولد عشمان ومنتظر الكرسي ودور يتحكر فوقه وتحكر فوق صدرنا ده الله لا حضرنا زمنه فعلا في مشاكل كثيرة يا أبوي ما كنت دار أقولها وقلت ممكن عالية براي مشاكل زي شنو يا فريد يعني في الطريقة اللي بندير بها الشركة الطريقة الصعبة اللي بتعامل بها يحيى مع الوكلاء والناس اللي بتعاملوا مع الشركة حتى طريقته معايا يا أبوي ما عجباني كيف يعني مرات كثيرة يا أبوي بحس إنه وجودي بضايقه بحاول اخفي علي كثير من احوال الشركه حتى وضع المالي احيانا بتكون في سيوله وبنكر وجوده اسلوب الامر والنهي المسيطر عليه وده ما عاجبني انا كان ممكن اتصرف معاه لكن براحي لك لكن معقول يا حسن بعد المبالغ الكثيره جمعتها دي كلها فشلت انك تشتري لنا مزرعه اشتري شنو يا اماني دي مبالغ مهوله جدا وبالملايين أنا لما مليت خشمي وتكلمت عن قطعة في حدود 150 ألف 200 ألف ناس مكتب العقارات قال لي يا أستاذ أنت عايز تشتري قطعة جنب النيل في ضواحي الخرطوم ولا عايز تشتري قطعة في الصحراء عشان تستصلحها أنا جاهز بعد ما حلمنا وقلنا نمشي مزرعتنا الخاصة مجموعة الظاهر حنمشي مزرعة بهاء الدين وبالأقساط معنى كده أنا القسط الأول يا أولي لكن ما عرفنا القسط الثاني على منو فيكم أنا وأمك يا عصام عاجزين عن السداد يلا اتأخرنا على الجماعة يلا الما بيحترم الصغير ولا يوقر الكبير ده الله يكفينا شر عبد الدائم أنت الولد ده جاب من وين؟ شفته؟ تفر القلب الله لا كسبه أنا هي بيبي وعصام ولدي والله احسن من عصام ما دايره وانا ان شاء الله اكون عند حسن ظنك يا عمتي طبعا ما ود اخوك السلام عليكم وعليكم السلام والله اهلا وسهلا تفضل 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 دحي كلمتك عنه لو كان الذكاء والتوقد الذهني كائن بيمشي على قدمين اثنين لكان هذا الشاب اكيد شايل كل صفات ابوه اللي كلمتني عنها صبره وقناعته واعتداده بنفسه رغم انه عامل بسيط هنا في المزرعه وبعاني من ظروف كثيره صعبه بقول شنو يا يحيى نعم الحقيقه السرعه التمويل الموضوع ما خلتني اخدك في الصوره واوضح لك الحصر شنو لانه الموضوع ذاته عرفناه ووافقنا عليه وباركناه تقريبا قبل ساعه يا موضوع خطوبه ولدنا عصام على اختك هبه عقبال ما نفرح بك يا يحيى يحيى يا ابني انت ما خطبتها ولا تقدمت ليها ولا ادتني اي احساس انك بتفكر تفكير زي ده واكون صريح معاك انا لو شعرت بيك بتفكر تفكير زي ده لا كنت حاجيف معاك ولا حايدك ليه؟ لانه انا ما لي اي فكره من الافكار اللي بتدور في راسك لسبب واحد بس إنكم أخوان وإذا كنت بتفكر أي تفكير غير كده أنا بقول لك هبة خطبت أفضل من ألف عصام أفضل من كل النماذج الهشة لبنات الصدف أنا أفضل من بهاء الدين نفسه لو معتبريني مجرد سواق خاص ولا حتى نموذج إنساني
بيكفروا بوه على اخطاء ارتكبوها ولا يداروا بها تاريخ مجهول او مصادر اموال ما معروف. انا بقول لهم لا 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 لا. يحيى حرام عليك تفكر في عمي بهاء الدين وفي بنته بالطريقه دي. الظاهر لسه ما اكتفوا من خدمه ابوي على 30 سنه، لسه فتش عن ضحيه جديده. لكن لو فاكرين نفسهم عايشين مع مجرد ناس بسطة ما بيعرفوا حقوقهم وما بيعرفوا وجهه، انا بقول لهم لا. يحيى ما من النوع ده يا بهاء الدين. بس يا ولد، لو ما بهاء الدين وافضاله عليك كنت الليله عامل يوميه شايلك مونه في كتفك. زول بتطحن الدنيا ومنبي في اطرافها. بهاء الدين حقهم ده عمل شنو؟ كان معي في الفصول وانا بتفوق وبنجح، كان معي في الجامعه وانا بتخرج بامتياز وبكون الاول على دفعتي. بهاء الدين عمل شنو غير انه احتل المسرح وتبنى نجاحي انا؟ بهاء الدين مشى معاك لانك كنت متعري مننا وبتفتكر احنا ما بنشرفك، مش كده؟ انا؟ انت ولد عاق، انا بتبرر منك. انت ما بتستاهل انا اكون ابوك. امرق من البيت ده، امرق من حياتنا، شوف لك عالم تاني وناس تانيين غيرنا. انا ما ابغى، والمعادله المختله دي لازم تتزن. الغيبوبة أثرت فيكم زي السم دي، لازم تصحوا منها. العيون اتضلمت من عدم شوف الحقيقة، لازم تفتح وتشوف، تشوف حقوق المنهوبة والمسلوبة، السرايا وقصر الوهم، المنصوب وسط بيوت الطين، ورواكيب الجشدي لازم يختفي، يختفوا للأبد. أنت الفصيح المتعلم ده، ما تمش تسوي لك قصر، أبي أسوي لك مزرعة وعمرة، بدل ما تهد علينا حياتنا. تنهد النظرة الاستعلائية والاستبداد، وتزول كل الحواجز القدامي وقدام كل الناس البسطة ديل. الناس البسطة ديل عرفتهم الليلة يا يحيى. الزول ده لسه ما رجع، ويحيى ده مرق من الحلة برا وانا معاه. زول المرقين للمشاكل كتار بيكونوا مشوا معاه. بمنو يا يحيى؟ بأبوك ولا أمك؟ ولا حتبتدي بأخوك ولا أختك؟ أحسن تبتدي بأبوك. أضرب يا يحيى، أضرب يا يحيى، أضرب. Oh,
الو حسن، انت بتقولي في شنو؟ طيب انا جاي فورا. بعدين انت تسامحت في الاعتداء عليك وعلى اسرتك وعلى بيتك ورفضت الموضوع ده يصل للبوليس؟ نحن وافقنا، بس اللي ما حنوافق عليه وجودك هنا. الحصل ده شراره، وصدقني الشراره حتبقى نار، والنار لما تشتعل من الصعوبه السيطره عليها تاني. والحياة كانت ماشية، ليه دار توقفها يا يحيى؟ ليه؟ الناس دي حتمشي وين؟ ومصيرها شنو؟ كم ممكن تسهر 20 مزرعة ويسهر 20 زوج زي عمي بهاء الدين؟ نورة، أنا اللي حدافع عن حقوقكم الضايعة دي. ما عندنا حق ضايع، أنا خايفك تكون ضايع أنت. المتوهم لك حق ما حقك، أمشي سوي لك مزرعة، وبدل الواحد حتلقى ألف يخدموك. Sure.